عقبية ومستودعات تحولت إلى مدارس موازية لمختلف الأطوار التعليمية بعنوان الدروس الخصوصية التي أخذت منحاً تصاعدياً في الآونة الأخيرة. ندير دروس خصوصية لوليدي قا سنة ثالثة ابتدائي باش نعاونو في كما يقولوا في المسيد. وليت نشوفوا باللي ما راهوش يستوعب الدروس بيان. نكذب عليك، لو كان الطفل إلا إيتي بيان بخي أون شارج في القسم ما يلجأش لا يلجأ إلى الدروس الخصوصية. ندير اللغة والرياضيات وفرنسية. ندير فيزيك أونجلي ومات باسكو في المسيد كاش بزاف شيوخ شويه بك يروحوا يجوا بعد لي كور يساعدونا شويه. رغم تشديد الرقابه من طرف وزاره التربيه على هذا النوع من الدروس، الا ان الاساتذه اهتدوا الى سبل اخرى لاصطياد اكبر عدد من التلاميذ الباحثين عن دروس دعم، وهذا عن طريق مواقع الكترونيه خاصه وملصقات اعلانيه غزت جدران الشوارع والاحياء، وحتى حائط المؤسسه التربويه لم يسلم من ذلك. عادوا بارتو لي زافيش في لي زاري دو بوس، وين تروحي تلقاي لي زافيش، ميم يعني كان دي سيت اللي متخصصين في الدروس الخصوصيه. الاولياء رضخوا لامر الواقع امام اصرار التلاميذ على انتهاج هذا النوع من التعليم الذي منع بمنشور وزاري. اجراءات حنا درنا لجنه المتابعه السنه الماضيه راه خرجت بالتوصيات لمنع هذه الدروس الخصوصيه التي تقام فوضويا في اماكن غير لائقه، ولكن سنكمل اشغال هذه اللجنه في شهر نوفمبر ان شاء الله حتى نتمكن من تطبيق هذه التوصيات في الميدان. بين تداعي الاستاذ بالحاجه لمداخل اضافيه واتهامات أخرى تطاله بالبحث عن مصادر ربح سريع، يبقى التلميذ الخاسر الأكبر في حلقة المنظومة التربوية التي يصفها متتبعون بمنظومة عرجاء رغم كل الإصلاحات.